حملنا غصن الزيتون لا لنسقط البندقية، حملنا غصن الزيتون لأرض الزيتون والهوية، فليعلم كل التائهون بأن الثورة مناراً للقضية، من أرواح شهداء الكلية الحربية إلى أرواح شهداء غزة، عاشت فلسطين حرة عربية. عندما تكون القضية قضية وطن فالجميع مشروع شهادة، وبين تشرين وتشرين أشرقت شمس فلسطين. فلسطين يا قضيتنا الأولى، يا بيتنا البعيد، أسبوع مضى بالحزن والألم، بالفخر والنصر، بتضحيات جسدها ولا يزال يجسدها حتى الآن الشعب الفلسطيني المقاوم، الذي رسم بدمائه وجسده حدود الوطن وهويته العربية. قلوبنا معكم أينما كنتم. الرحمة وكل الرحمة لشهداء الكلية الحربية بحمص وشهداء فلسطين، وكل التحية لأبطال المقاومة الفلسطينية الذين قفزوا خارج السور الكبير ليصنعوا أكبر نصر على العدو الغاشم، وسطروا بدمائهم أكبر ملاحم البطولة والشجاعة. فالنصر لطوفان الأقصى، والمجد والسلام لفلسطين الحبيبة. صباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية، يوم جديد وبداية أسبوع جديد، يا رب هذا النهار وكل الأيام تحملنا الأخبار الحلوة، الأخبار اللي بتبرد قلوبنا وأرواحنا، ودائما احنا منقول يا رب النصر لفلسطين، يمكن حلو يا رب. ومشوارنا الصباحي بلش معكم. صباح الخير يا هايدي. يسعد صباحك يا رشا، وصباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية. مشاهدينا رح نبدأ مشوارنا الصباحي مع أولى فقراتنا، ولم يؤثر تطور القضية الفلسطينية على الأدب فقط، بل أثر على تفاصيل حياة أي فلسطيني داخل فلسطين أو خارجها، لأن القضية الفلسطينية قضية لها أبعاد خاصة تختلف عن أي قضية أخرى، وجميع أنواع المعاناة على الأرض تخف حدتها كلما مر الزمن، ولكن القضية الفلسطينية تزداد حدتها كلما مر الزمن، تتبدل تتجدد، ولكنها تبقى عميقة متجذرة ولها أبعاد وجذور ونتائج. وكل ما ذكر وجميع هذه العناصر تتراكم في الأدب الفلسطيني، لأنه صورة عن الواقع وأيضا وسيلة للتخفيف من حدة هذه المعاناة. القضية الفلسطينية شكلت وبجزء كبير مسيرة الحركة الأدبية العربية بشكل عام والفلسطينية بشكل خاص، فلا يستطيع أي كاتب فلسطيني أن يكتب دون أن تتراءى له فلسطين عبر السطور. القضية الفلسطينية توجد في أفكار وشعور بل ودماء كل كاتب فلسطيني، واليوم كل التطورات تحفز أقلام الكتاب العرب الفلسطينيين لتوثيق النصر، لرفع الظلم، لكتابة تاريخ خطه المناضلون والمقاومون بالدم. وضيفنا لليوم ضمن الاستوديو الكاتب الفلسطيني والإعلامي الأستاذ نعيم إبراهيم. يسعد صباحك أستاذ، وأهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير وصباح المقاومة، صباح سوريا، صباح كل حر في أنحاء العالم. أهلا بكما. يسعد صباحك أستاذ، وأهلا وسهلا بحضرتك. بداية، حضرتك كتبت الكثير والكثير من المقالات السياسية عن صراع الوجود الفلسطيني ضد المشروع الصهيوني، اليوم برأيك إلى أين وصل هذا الصراع؟ أحييكما وأحيي أسرة البرنامج وأسرة الإخبارية السورية، ومن خلالكم أحيي دمشق الفيحاء وسوريا التي دائما كانت كما عهدناها، سوريا المقاومة، سوريا الوطن، الأم لكل أحرار العالم. ومن خلال ما تم تقديمه قبل قليل من أبيات وكلمات معبرة، حقيقة أستطيع أن أوجز بأن هذا هو حال الإنسان العربي اليوم من خلال الكلمات التي استمعنا إليها قبل قليل منكما، وهي تعطي الموقف على حقيقته.
وبالتالي القضية الفلسطينية اليوم كما كانت في السابق وستبقى قضية أحرار، قضية مطالب محقة، قضية شعب انتمى إلى هذه الأرض، إلى التاريخ، وبالتالي ما فتئ في يوم من الأيام إلا وقال كلمته مهما كانت الخطوب ومهما كانت الصعاب. لذلك يعني كل ما نكتبه ككتاب ومحللين وشعراء وأدباء ومثقفين ومفكرين فلسطينيين وعرب، اليوم كما تفضلتما نقرأ ما بين السطور لنؤكد أن ما يجري الآن، إذا أردنا أن نخصص الفترة الحالية من معركة مشرفة هي جزء من حرب الوجود مع المشروع الصهيوني في المنطقة، هذه المعركة التي يخوضها الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة اليوم، والتي كبدت العدو الصهيوني حتى الآن خسائر كبيرة، خسائر فادحة في الأرواح وفي العتاد، وبالتالي في أهدافه في بنك الأهداف الذي وضعه هذا الاحتلال من أجل أن يستكمل مشروع القضاء على الشعب الفلسطيني. كل ذلك المقاومة اليوم تسطر أروع البطولات، وبالتالي تقول للعالم أجمع قبل أن تقول للعدو الصهيوني إن هذه الأرض لن تكون إلا لنا، نحن الشعب الفلسطيني، نحن الأمة العربية، نحن الذين وجدنا في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس نكتب ونقرأ ونأكل ونشرب ونعيش ونصنع، وبالتالي الشمس لن تسطع إلا على رؤوسنا وليس على رؤوسكم. أنتم شذاذ الأفاق، جئتم من كل أنحاء العالم لتسرقون هذا التاريخ وهذه الحياة وتسرقون بسمة الأطفال، لكن لن نسمح لكم، وإن كان العالم كله معكم ودعمكم، وإن جاءت كل الأساطيل من كل أنحاء العالم لتحاول نجدتكم الآن كما حاولت في السابق، لن تستطيع. كل أساطيل العالم وكل أحرار العالم سيكونون معنا في هذا الموقف وفي هذه المعركة المشرفة. أستاذ نعيم، نحن كبرنا على القضية الفلسطينية، وكثير من الأجيال عاصرت تفاصيل كثير، شهدت حروب، شهدنا أرواح فقدناها خلال سنوات مضت. طيب اليوم كل جيل عم يطلع بحاجة لتاريخ وتوثيق. اليوم شو كان عم بيصير بالعقود الماضية بفلسطين؟ اليوم حضرتك أمام مسؤولية جدا كبيرة بتوثيق هاي البطولات اللي سطرها الشعب الفلسطيني. خلينا نحكي اليوم على دورك كصحفي وإعلامي بتوثيق الأحداث التي جرت في فلسطين. تمام. الإعلام يعني كما يتابع الجميع يعني أصبح سلاحا ذو حدين، أو ذا حدين بالأصح. لذلك إما أن يجير هذا الإعلام لصالح قضايا الإنسان العادلة ويخدم هذه القضايا، وإما أن يكون شريكا في سفك الدماء وفي تهديم الحضارات. يعني وكلا السلاحان موجودان اليوم. أنا كإعلامي وككاتب يعني المطلوب مني أن أكون على قدر المسؤولية، بينما الإنسان المقاوم، الشعب المقاوم الذي يقدم الدماء ويضحي بأغلى ما يملك، على الأقل أنا كإعلامي ككاتب من المفروض أن أكتب الحقيقة بعينها، أنقل الحقائق بعينها، أوثق ما يجري على حقيقته، لا أن يكون هناك أي تزييف كما نرى في بعض وسائل الإعلام اليوم التي تأتي تحت عناوين يخجل الإنسان أن يتحدث بها، الرأي والرأي الآخر أو الحيادية أو ما شابه ذلك. هذا يعني إن دل على شيء إنما يدل على أن وسائل الإعلام هذه اليوم هي تهدم أكثر مما تبني، وهي أصبحت معروفة لدى الجميع وخبرها الجميع. أنا أكتب المقال السياسي، أكتب المقال الأدبي، أكتب قصيدة الشعر، أكتب المقال النقدي، أكتب المقال التاريخي التوثيقي للمعلومات المتوفرة اليوم عما جرى ويجري اليوم في الأرض المحتلة، الاشتباكات، بالتالي الاستهدافات، ماذا يفعل العدو اليوم من جرائم يعني
يعني ماذا يريد من أهداف، ما هو بنك الأهداف الذي وضعه، وبالمقابل ماذا عن بنك الأهداف الذي وضعته المقاومة الفلسطينية. إن لم أكتب كل ذلك بدقة وأوثقه بالكلمة وبالصورة وبالصوت، أنا أكون قد شاركت بسفك الدماء للشعب الفلسطيني وللشعب السوري وللأمة العربية ولكل حر في العالم. لذلك ينبغي أن يكون هناك مصداقية لدي كإعلامي وككاتب، وينبغي أن أواجه بنفس الوقت كل إعلامي مغرض وكل إعلام يشارك في سفك الدماء في فلسطين وفي غيرها. وللأسف اليوم يعني أنا يعني أخجل عندما أتحدث عن أن هؤلاء ينقلون من أرض الواقع، ولكنهم يلوثون الدم بكل ما يقولونه اليوم عندما يستضيفون القادة والمسؤولين والضباط الصهاينة على شاشاتهم وفي وسائل إعلامهم تحت يعني الحجة الواهية التي يقولون بها دائما. ينبغي أن نستمع إلى وجهات النظر كافة. هذا عدو قاتل مجرم محتل، كيف لك أن تسمع وجهة نظره وهو يأتي إلى هنا ليقتلعك من جذورك وليقول للعالم أجمع إن هذه الأرض له، وأن فلسطين لم يكن عليها في يوم من الأيام أي شعب ولم تكن فيها أي حضارة، وإنما اليهود هم جاءوا، وما تسمى إسرائيل جاءت لتبني الحضارة وأنها هي التي صاحبة الحق المشروع في هذه الأرض. كيف ذلك؟ يعني أنتم تواصلون بهذه الجريمة بكل أساليبها مع كل أسف. أستاذ نعيم، عندما نتكلم ونقول أن ممكن السلاح يكون ضد العدو بالكلمة بالأدب بالفكر والثقافة، اليوم ما هو دور الأدباء والمثقفين بهذا الموضوع؟ والله سؤال الوجع العربي هذا حقيقة. يعني المثقف له دور كبير جدا في عملية التوثيق وفي عملية نقل الحقائق بقصيدته بمقالته الأدبية وبدراسته وبقصته وبروايته وحتى بكل صنوف وأجناس الأدب. يعني هناك أقلام شريفة اليوم تنقل وتكتب الحقيقة وما يجري، وبالمقابل هناك يعني بعض المثقفين المتغطرسين، المثقفين التبع للآخر، الآخر الذي يريد القضاء على الثقافة العربية وعلى المثقفين الحقيقيين اليوم، وعبر أساليب شتى، أساليب خسيسة، ومنها إغداق المال البترو دولار، هذه السياسة التي عهدناها، وبالتالي نراهم اليوم كيف يلهثون وراء هذا المال وتحت حجج واهية للأسف. لذلك اليوم أنا ككاتب وكمثقف فلسطيني وعربي لا أقول أنا شخصيا، إنما أنا أعبر عن هؤلاء، عن هذه الشريحة الواسعة، إذا استطعت أن أعبر عن ذلك بجدارة وباقتدار، أقول نحن سنكتب القصة والرواية، وينبغي أن تكون للأجيال القادمة هي مجال لمعرفة ما كان في السابق، لمعرفة ما جرى حقيقة، كيف سطر المقاومون، كيف سطر الشعب الفلسطيني، كيف سطر الشعب السوري والأمة العربية كل هذه الملاحم البطولية عبر كل ما نراه اليوم. المطلوب أن نكتب بجرأة بصراحة وننقل الحقيقة، هذا فقط ما أردت أن أؤكد عليه. طيب أستاذ نعيم، اليوم وقت منقول صحفي وقلم، بالنهاية حضرتك عم تحمل سلاح من نوع آخر. اليوم فلسطين تعني السلام والاحتلال، اليوم السلام والاحتلال أكيد هن نقيضين ما ممكن يجتمعوا أبدا، مثل الحب والكره يعني. اليوم حضرتك كان في تركيز كتير كبير بضمن مقالاتك على موضوع السلام والاحتلال، خلينا نركز على هي النقطة. واليوم إذا حاولت أنت تستخدم هذا السلاح بالناحية ناحية السلام، شو ممكن تقول؟ يعني ما تفضلت به حقيقة دامغة حقيقة. يعني قضية السلام والاحتلال نقيضان لا يلتقيان ولن يلتقيا، يعني لا جرى في التاريخ ولن يجري الآن ولا في المستقبل هذا الأمر، لأن ما كنت يعني
أكتبه وأؤكد عليه دائما أن المشروع الصهيوني في المنطقة هو مشروع إحلالي، مشروع اقتلاعي، مشروع تدميري، ولذلك يعني أنا كصاحب حق، كصاحب هذا الوطن، كصاحب هذه الأرض، كصاحب هذه المقدسات الإسلامية والمسيحية، وبالتالي كصاحب هذا المشروع الوطني والقومي والإنساني، لا يمكن أن ألتقي مع هذا الاحتلال وأبني معه سلاما أو أي شكل من أشكال التسوية، كما يراد اليوم أن يفهمون أن هناك تسوية تبدأ بخطوات يعني متوالية على أن نصل إلى سلام شامل وعادل في المنطقة. كيف يكون ذلك والاحتلال إذا ما بقي فإنه سيقتل وسيدمر وسيشرد؟ ونرى اليوم ما يفعلونه في قطاع غزة في هذه المعركة، يعني قبل أن نأتي اليوم في هذا الصباح هناك مجزرة ذهب ضحيتها أكثر من 70 شخص في شارع صلاح الدين وفي شارع الرشيد في مدينة غزة، من الذين خرجوا من تحت القصف لمنطقة جنوب قطاع غزة كما هددهم العدو الصهيوني، ومع ذلك هو استهدف هؤلاء المدنيين وقتلهم وارتكب بحقهم مجزرة. فأين يمكن أن يكون السلام مع هذا الاحتلال الذي يقتل ويدمر حتى الذين يريدون أن يكونوا بهذا السلام الذي لن يكون مع الاحتلال بأي شكل من الأشكال، لا الآن ولا في المستقبل أبدا؟ نعم، في الختام بدنا نشكرك كثير الكاتب الفلسطيني والإعلامي الأستاذ نعيم إبراهيم، شكرا لوجودك معنا. شكرا لكما، شكرا للإخبارية السورية، وشكرا لكل حر ولكل صاحب قلم ينقل الحقيقة ويقول الحقيقة مهما كانت الظروف والصعوب والتهويلات من قبل الآخر. تحياتي لكم. شكرا أستاذ نعيم لحضورك اليوم، وهيك دائما منقول يا رب النصر لفلسطين ولكل الدول اللي عانى معنا خلال السنوات الماضية. شكرا لك. هذا ما نتفائل به، أن النصر قاب قوسين أو أدنى. آمين يا رب. آمين يا رب. كمين بباقي الفقرات الصباحية، وحروح لنستقبل تاني ضيوفنا لليوم، ونرجع نركز على موضوع أنه أهم أهداف الاحتلال الصهيوني هو طمس الثقافة العربية الفلسطينية، فهو قد حصن نفسه محليا ودوليا ضد أدب المقاومة، ولكنه لن يستطيع ولا بأي شكل من الأشكال أن يحصن نفسه ضد الأدب والفن الفلسطيني بمفهومه الإنساني الإنساني والذي يتوجه به الشعب الفلسطيني إلى كل دول العالم بمختلف الثقافات والتوجهات. ومن ناحية أخرى، رغم المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، إلا أن هذه المأساة ساهمت بتشكيله بصورة عميقة وبصورة تمتد عبر عصور متعددة. لقد صبغت الإنسان الفلسطيني بصبغة الجدية والهدف والإصرار، ويبدو أن الفن أيضا قد تأثر بهذه الصفات، فهو فن جاد له هدف وبه إرادة وتصميم على الحرية. لقد رسم الفن الفلسطيني طيور الحرية وسماء الأمل عبر اللوحات قبل أن يراها على الأرض الواقع. واليوم يرسم الفلسطيني النصر بالدم وبأبهى لوحات العزة والكرامة. ضيفنا الآن مشاهدينا فنان تشكيلي كان للقضية الفلسطينية وجود كبير بفنه وبلوحاته. خلوني رحب بالفنان التشكيلي الفلسطيني، عضو الهيئة الإدارية في الاتحاد العام للفنانين التشكيليين الفلسطينيين فرع سوريا، ومسؤول الثقافة والإعلام، ورئيس رابطة الفنانين التشكيليين الفلسطينيين في مخيم دنون، الأستاذ علي جروان. يسعد صباحك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير أستاذ علي، وأهلا وسهلا بحضرتك، وتحية لكل الفلسطينيين الموجودين ضمن المخيم. اليوم عم نحكي من سنة 87، اليوم تاريخ لحضرتك بالفن الرسم، ومن بداية المشوار الفني وأول معرض لحضرتك رحت لتجسيد القضية الفلسطينية. خلينا نحكي اليوم كيف عملت إسقاط لهي القضية بالريشة والقلم. بالبداية شكرا لك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. كل اليوم في برنامجكم صباحكم غير، ونترحم طبعا على شهدائنا، شهداء الكلية الحربية من مدنيين وعسكريين، ونترحم على كل شهدائنا في فلسطين، والنصر أكيد إن شاء الله للمقاومة والمقاومين.
طبعا هلا بالنسبه لتجسيد فلسطين في اعمالنا، طبعا بدنا نحكي بهذا الموضوع في ثلاث نقاط، خلينا نحكيهم باختصار شديد جدا حتى ما يتداركنا الوقت. هلا دائما احنا كفنانين تشكيليين فلسطينيين، خلينا نحكي بهيك، في عندنا اول شغله هي الذاكره الشفهيه. اعتمدنا على الذاكرة الشفهية، واعتمدنا على الأشياء اليومية اللي عم تواجهنا، واعتمدنا حتى على أكثر من شغلة. أول شغلة بالنسبة للذاكرة الشفهية، اعتمدنا على أهالينا، اعتمدت على أمي، اعتمدت على أبوي، على جدي، لما حكينا عن فلسطين قبل 48 كيف كانوا عايشين، كيف كانوا حتى الأوضاع اليومية اللي كانوا يعيشوها، الزراعة، كل شيء له علاقة بالحياة اليومية. انتقلنا بعدها لمرحلة ثانية، خلينا نكون النكبة بال 48، طبعا كمان كان في منحة آخر بالقضية الفلسطينية أو حتى باللوحة التشكيلية الفلسطينية، تغير الموضوع، نحكى عن النكبة، نحكى عن كثير شغلات وقديش عانوا لما تهجروا قصرا من فلسطين. المرحلة الثالثة وهي الأهم كانت بالنسبة للتشكيل الفلسطيني، هي انطلاقة الثورة الفلسطينية بال 65. هون اختلف كل منحة اللوحة الفنية التشكيلية الفلسطينية. الفنان التشكيلي هون بلش يشتغل الفدائي، الكوفية، البندقية، إشارة النصر، حتى كان يواكب العمليات الفدائية اللي كانت تكون داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. نعم. هين بلشت طبعا أنا بالنسبة لي اعتمدت على كل هاي الأشياء وعلى هاي الذاكرة وعلى هذه الأشياء اليومية، حتى اللي كنا نشوفها من خلال الإعلام، من خلال حتى الملصقات اللي كانت كنا نشوفها في المخيم. اعتمدنا على هذا الموضوع، وأكيد كان في عندنا مخزون كبير لحتى نسقطه على أعمالنا الفنية التشكيلية. تمام. أستاذ علي، اليوم للفن التشكيلي في دور كتير كبير لدعم القضية الفلسطينية، وبالتالي نحن من خلال الفن قادرين أنه ندعم كتير قضايا، إن كانت قضايا اجتماعية، إن كانت ثقافية، إن كانت سياسية. اليوم خلينا نحكي وين القضية الفلسطينية بوجدان الفن التشكيلي. هلأ بالنسبة للقضية الفلسطينية وجدان قديش هي موجودة باللوحة الفنية التشكيلية الفلسطينية، هلأ في كثير فنانين تشكيليين، إن كان فنان سوري أو حتى فلسطيني، اشتغل القضية الفلسطينية اللوحة التشكيلية. حتى في فنانين كتار عرب اشتغلوا عن القضية الفلسطينية، واشتغلوا حتى على التراث، واشتغلوا على المقاومة، طبعا موجودة. وإحنا يعني كفنانين تشكيليين، أنا باعتقادي أصحاب رسالة طبعاً. وأصحاب، لما تكوني أنت صاحبة قضية أكيد في عندك رسالة في لوحتك المفترض تقدميها للعالم أجمع، مش بس للوطن العربي، حتى لغير دول عربية، ممكن الدول الأوروبية توصل، ووصلت بالنتيجة يعني. طيب اليوم حضرتك موجود من المخيم، الفترة اللي مضت من حياتك فلسطين جرت فيها أحداث كتير مهمة، وشعرنا بحزن كتير كبير ببعض التفاصيل. هذا الشيء كان له تأثير على نفسيتك وعلى الريشة اللي بإيدك. اليوم كيف أثر سنوات المخيم على حضرتك بشكل مباشر وبموضوع الفن تحديدا؟ إيه طبعا، هلأ بالنسبة للمخيم له تأثير كبير علينا كفلسطينيين أو كفنان تشكيلي. اليوم تشعروا بالغربة أستاذ؟ هلأ شوفي، إحنا إذا بدنا نحكي عن الغربة، أكيد الحنين للوطن، الحنين لأنك تشوفي وطنك، هو يعني شغلة يمكن هي بالفطرة بتجي، أنه في إنه وطن محتل حتى لو ما شفناه، بس حكوا عنه أجدادنا، حكت عنه أمي، حكت عنه، حكى عنه أبوي، فهذا الحنين إجباري بده يكون. هلأ بالنسبة للمخيم، إحنا عشنا كثير حالات موجودة في المخيم إلي علاقة بالمقاومة الفلسطينية، حتى كنا نشوف، كنا نطلع لما كان يجي شهيد من فلسطين، كان شهيد، كيف كنا نزفه، كيف لما كنا نطلع الصبح من نطلع على المدرسة كنا نشوف الملصقات موجودة، صور الشهداء في المخيم، كنا نشوف حتى الملصقات اللي فيها الكوفية والبندقية، يعني كان هذا بمثابة تعبئة لنا كفلسطينيين حتى نتعرف على فلسطين أكثر ونكون أكثر قرب لفلسطين. قديش ممكن اليوم الفن التشكيلي يوثق ويحفظ الكثير من مفردات الثقافة الفلسطينية والتراث الفلسطيني مع محاولات كثيرة لطمس هي الثقافة؟ أكيد. هلأ شوف، بدي أحكي لك شغلة،
يمكن الكيان الصهيوني هلا عم يستخدم كثير من تراثنا، عاداتنا من تقاليدنا. صحيح، وفي كثير اشياء وما بقدر اذكرها هلا لانه الوقت يمكن ما رح يسعفنا. بس معروف انه الكيان الصهيوني عم يسرق حتى تراثنا الفلسطيني واكلاتنا الفلسطينيه بدون سبالة له. هلا هذا الموضوع قديش احنا كفنانين تشكيليين مو قادرين، او قديش ممكن نتمسك بهذا الموضوع، وقديش لازم نحافظ على هذا التراث. يعني انا بشوف الاغلبيه العظمى من الفنانين التشكيليين اعتمدوا ووثقوا التراث الفلسطيني ووثقوا الثوب الفلسطيني والجمباز، وحتى في الحياه اليوميه للفلسطيني اللي كانت قديش كان الفلاح يطلع على ارضه، قديش وحتى الاعراس الفلسطينيه اللي حتى كانت اللهجه موجودة. اليوم نحن يعني حابينك تحكي باللهجه يعني الفلسطينيه طبعا. هل احنا اذا بدنا اللهجه حتى اذا بدنا نتخلى عنها كثير مصيبه، لانه هذا الكيان يعني عم يحاول يسرق كل شيء. صحيح، واحنا شايفينه سرق ارضنا وسرق بده يسرق تراثنا، وحتى يمكن في يوم من الايام يحاول يسرق لهجتنا. اليوم مسؤوليتكم كثير كبيره كفنانين كاعلام ككتاب. عم نشوف بعض اللوحات لحضرتك على الشاشه. اليوم عم يتميز المشروع الخاص بحضرتك بالوان مختلفه. اليوم خبرنا اليوم شو الجديد ضمن هي اللوحات؟ يعني اليوم عم نشوف الوان قد ايه حلو. اليوم ممكن يكون متعلق بالامل. ايه طبعا. هلا في شغله لكي انا بالنسبه لي شخصيا كفنان تشكيلي دائما بحط في شيء له علاقه بالامل. صح، في عندنا كثير معاناه. صحيح، عم نعانيها، في كثير شهداء عم يكون، بس بنفس الوقت انا لازم اكون عم مصنع الامل في لوحتي. يعني انا شفنا، يعني انا اشتغلت عده مراحل من خلال مسيرتي الفنيه من 87 لحد هلا، اكثر من مرحله واكثر من اسلوب واكثر من تكنيك اشتغلت لحد ما وصلت للمرحله اللي هلا شايفينها. يعني قديش اثر هذا الموضوع على علي جروان؟ كثير اثر، وخصوصا هلا احنا في معركه طوفان الاقصى. يعني انا كابن مخيم اكيد فرحت كثير للي عم يصير، المقاومين والفدائيين اللي عم يحاولوا يسطروا اليوم اروع ملاحم البطوله. وهذا الشيء ما كنا نشوفه زمان بهذا الاسلوب وبهي التقنيه وبهذا القوه والاراده اللي عندهم. يعني انا باليوم 6 يوم 7 تشرين باعتقادي انه هذا احنا عم نسطر تاريخ جديد، عم نكتب تاريخ يعني لازم نضل نذكره حتى لاجيالنا القادمه. بصراحه اكثر، يعني انا كابن مخيم ومخيم دنون، بنفس اليوم لما سمعت عن طوفان الاقصى وشفنا قديش المقاومه عم تنتصر وعم تسطر هاي البطولات، اخذت الواني، اخذت اغراضي، اخذت هذا، طلعت على جدار في المخيم ورسمت جدار 5 امتار ب3 امتار عن معركة طوفان الأقصى. فورا رحت للإسقاط طبعا الفني. لأنه هذا الإشي في إشي بحركك من الداخل. صحيح، إحنا شو ممكن نعمل كفنانين؟ اليوم قضية واحدة أستاذ علي، إحنا تربينا على القضية الفلسطينية والشعارات اللي كنا نحفظها من خلال كنا طلاب. يعني اليوم أكيد، فبنتمنى اليوم هي الشعارات تتحقق بطوفان الأقصى. أكيد، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. حضرتك عضو الهيئة الإدارية في الاتحاد العام للفنانين التشكيليين الفلسطينيين فرع سوريا، وأيضا مسؤول الثقافة والإعلام ورئيس رابطة الفنانين التشكيليين الفلسطينيين في مخيم دنون. خلينا نحكي اليوم، هل عم يكون في تحضير لشيء معين بالفترة القادمة لحتى ندعم أكثر المقاومة الفلسطينية ونوثق انتصاراتها؟ هلا شوفي، احنا بالعاده كاتحاد فنانين تشكيليين فلسطينيين في سوريا اكيد الداعم لنا، يعني اكيد وزاره الثقافه السوريه وزاره الثقافه في سوريا داعم اساسي لنا طبعا، ومعارضنا كلها اللي عم نساويها من معرض يوم الارض المعرض السنوي لنا، حتى في كثير معارض فرعيه احنا عم نشتغلها. هلا في هاي المرحله ان شاء الله احنا من امبارح بلشنا التحضيرات لانه نشتغل ورشات رسم بتخص طوفان الأقصى، وأكيد إن شاء الله راح يكون في عندنا مشاريع كثيرة لحتى نثبت هذا الموضوع ويكون على الأقل محاولة منا كفنانين تشكيليين أنه نكون بقدر الإشي اللي عم يكون في فلسطين. يعني اليوم إحنا مثلا قديش إحنا لازم نكون معهضون. يعني أنا متأكد تماما، صح أنه إحنا كفنانين تشكيليين ممكن نكون
عم نعبر بالريشة عن هذا الموضوع، عم بنعبر بالألوان، عم نعبر، بس أكيد ما رح نكون بقدر اللي عم يقدم دمه وعم يستشهد من أجل قضيته ومن أجل أرضه. إحنا عم نحاول نجسد هاي الحالة اللي موجودة لحتى في يوم من الأيام التاريخ يذكرها، لحتى تكون أجيالنا القادمة تشوف هاي أعمالنا وتشوف التاريخ وتشوف شو كان شو صار بسبعة تشرين. أكيد أستاذ علي، اليوم كل حدا من مكانه بالسلاح اللي بيمتلكهم، كان بالريشين كان بالقلم كان إعلامياً، اليوم هيك بسؤال أخير، حضرتكم اليوم مسؤولين عن جيل بحاجة لتوثيق، بحاجة اليوم هذا الجيل يكبر ويشوف أنه بالطوفان الأقصى عدد الشهداء، المراحل اللي مرق فيها الطوفان، اليوم كيف بدكم تشتغلوا على هاي النقطة لترسيد وتوثيق هدول التفاصيل؟ هلا شوفي، احنا دائما كنا نشتغل بصراحة، يعني كنا نشتغل على الأطفال، يعني في عندنا أكثر من ورشة كانت ورشات رسم للأطفال، وأكيد كانت تكون أغلب الورشات هي عن القضية الفلسطينية. فاليوم احنا دورنا كفنانين تشكيليين مع الأطفال، قديش ممكن احنا نعرفن على قضيتنا الفلسطينية، قديش نعرفن على الشهداء وعدد الشهداء اللي ارتقوا اليوم بطوفان الأقصى، وقديش حتى المدنيين اللي ارتقوا بالقصف الهمجي اللي كان من قبل الأمريكان، أنا بعتبره اليوم مش بس من الكيان هذا الكيان الغاصب، يعني قديش احنا لازم نشتغل مع الأطفال. أكيد رح نشتغل مع الأطفال، ورح يكون في عندنا كثير أشياء ممكن نشتغلها مع الأطفال ونعرفن على قضيتنا أكثر ونعرفن شو صار بسبعة تشرين. هاي مسؤولية أنتوا حتكونوا قد أستاذ علي حضرتك وكل الفنانين والكتاب العرب الفلسطينيين، تحية لكم ولكل شيء عم تقدموا، تحية لأرواحكم الصابرة، يعني شكرا لك وشكرا لحضورك اليوم. شكرا لك أستاذ علي ولدوركم الكبير كفنانين تشكيليين بدعم القضية الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية. شكرا لكم شكرا للأخبارية السورية اليوم، احنا عم نشوفها أكيد يعني بهاي الفترة، أكيد عم جهد مضاعف من أجل قضيتنا الفلسطينية، وشكرا لكم استضافتكم لنا. منذ احتلالها دخلت فلسطين إطار القانون الدولي بشكل فعلي، وظلت مسألة فلسطين المحتلة إحدى المسائل التي تتداولها الأطر الدولية التي تعنى بالقانون الدولي كعصبة الأمم ولجنة الانتداب والأمم المتحدة. لكن القانون الدولي والمؤسسات الدولية أعطت غطاء شرعيا لقيام إسرائيل بجميع أعمال التهجير والقتل والنهب التي حدثت ولا تزال تحدث حتى الآن في فلسطين المحتل ومن قبل عدو وحشي. للحديث أكثر مشاهدينا عن الموضوع، بيسعدنا أن يكون معنا لليوم الدكتور ياسر كلزي، الخبير في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. يسعد صباحك دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا بحضرتك. اليوم عم نحكي عن المصطلح القانون الدولي الإنساني اليوم. يعني أي حدا ربينا على هذا المصطلح أمام فلسطين اليوم، هذا المصطلح شو عم بيشكل ضمن هدول الانتهاكات اللي عم نشوفهم، ضمن القصف الوحشي مبارح، قصف لمشافي الأطفال المدنية كان يعني الحقيقة نحن القصف دائما نطلق عليه، أو الأفعال التي تخالف القانون الدولي الإنساني نطلق عليها. بداية خليني ميز انتهاكات القانون الدولي الإنساني، رح حاول ميز بين الانتهاكات والجرائم خلال حديثنا. بداية خلينا نحكي شو هو القانون الدولي الإنساني وشو هو القانون الدولي. أنا بدي ميز بين القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني كفرع من فروع القانون الدولي العام. القانون الدولي الإنساني هي مجموعة قواعد القانونية على المستوى الدولي اللي جاءت بمهمة محددة، بعيدة عن الجوانب السياسية، بعيدة عن الجوانب اللي مرتبطة بإطار الأمم المتحدة كتطبيق لقانون اللجوء للقوة مثلا، لقانون المتعلق بالعلاقات الدولية، لأن قواعد القانون الدولي هي تنظيم العلاقات بين الدول. أما القانون الدولي الإنساني فهي منظومة من القواعد، جزء من قواعد القانون الدولي المتعلقة بحماية الإنسان خلال النزاعات المسلحة. يعني القانون الدولي الإنساني يسري تطبيقه فقط، لا نسمع بالحديث عن القانون الدولي الإنساني إلا بارتباطه بنزاع مسلح. فهو مجموعة قواعد قانونية جاءت لتحمي بالبداية الجرحى والمرضى نتيجة الحروب، ومن ثم الأسرى الحرب
وبالنهاية الاتفاقية اللي قد تكون هي محور حديثنا اليوم عن الاتفاقية الرابعة اللي هي حماية المدنيين زمن النزاعات المسلحة. أين هو القانون الدولي الإنساني؟ الحقيقة القانون الدولي الإنساني كقواعد هي قواعد وقائية، هي تخاطب الدول للالتزام أو الأطراف خليني نقول المتحاربة بالدرجة الأولى، تخاطبهم باتباع نهج لا يستهدف فيه كل من لا يشارك في العمل القتالي. يعني هذا الهدف الأساسي، تخفيف ويلات الحرب من خلال عدم استهداف الفئات التي لا تشارك بالحرب أو التي كفت عن المشاركة في الحرب. هي فكرة القانون الدولي الإنساني وهي قواعد قانونية دولية لكن بعيدة إلى حد ما عن منهجية القانون الدولي العام كقواعد قانونية يحكمها ميثاق الأمم المتحدة بقواعد نص عليها الميثاق، وخاصة أن الميثاق حرم اللجوء إلى استخدام القوة أو حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية، وحظر مفهوم الحرب. قد يكون هنا التقاطع بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام. نعم دكتور، بالقانون الدولي هناك حق للإنسان بالدفاع عن أرضه وبيته ووطنه، لكن هذا الحق يسلب من الشعب الفلسطيني، لماذا هذه الازدواجية بالمعايير؟ الحقيقة منذ نشأة الأمم المتحدة وازدواجية المعايير هي موجودة مرتبطة بسياسة أو منهجية عمل الأمم المتحدة. منذ النشأة من البداية أنشئ مجلس أمن، هذا المجلس لعضويته الخمسة دائمة العضوية، هذا بحد ذاته هو تمييز وازدواجية معايير بين فيما يتعلق بتطبيق الميثاق نفسه. فازدواجية المعايير للأسف هي مرتبطة بحسب، للأسف سأخرج عن القانون وأقول مرتبطة بمنطق القوة ومن يفرض القوة. فللأسف في القانون الدولي لا نجد قوة للقانون، وإنما القانون هو للقوي، فهذا ينعكس حقيقة على تطبيق قواعد القانون الدولي، وبالنهاية تنعكس على الأرض ازدواجية في المعايير. أستاذ، ضمن الأحداث اللي عم تصير حاليا بفلسطين، عم نشهد وشهدنا خلال عقود ماضية جرائم حرب تم استخدامها مع الشعب الفلسطيني. اليوم خلينا بداية نعرف شو هي جرائم الحرب وشو هي أنواعها. تمام، أنا بدي أنطلق بداية، اتفقنا بالبداية نحكي على الانتهاكات وبعدين جرائم. صحيح. القانون الدولي الإنساني بيأتي ليحدد انتهاكات. شو يعني انتهاكات؟ يعني ما هو مشروع وهو غير مشروع، لكن لا يتعلق أو لا يبحث في العقاب. ترك العقاب بداية باتفاقيات جنيف، ترك العقاب للدول الأطراف في الاتفاقية. عندما بدأت تظهر فكرة الجريمة الدولية على المستوى الدولي، بدءا من نورنبرغ بعد الحرب العالمية الثانية، مرورا بيوغوسلافيا السابقة، رواندا، إلى أن وصلنا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وجد إطار عام على المستوى الدولي يحدد المقصود بجرائم الحرب. وجرائم الحرب هي إحدى الجرائم الدولية. جرائم الحرب، دائما مصطلح جرائم الحرب نحن نستخدمه مع النزاعات المسلحة، وصورها كثيرة، فكل ما يتعلق بالمخالفات التي تقع خلال النزاع المسلح بعيدا عن الالتزام بالقانون الدولي الإنساني نعتبره أو نصنفه جريمة حرب. إلى جانب جريمة الحرب لدينا تصنيفين آخرين ويستخدم بالإعلام كثيرا باليومين الحاليين أو بهذه الفترة، موضوع الإبادة الجماعية. الإبادة الجماعية كمان إحدى الجرائم الدولية التي نصت عليها المحكمة الجنائية الدولية أو المتعارف عليها بالمحاكم الدولية، وهي الارتكابات أو قصد الإفناء الكلي أو الجزئي لمجموعة من السكان يربط بينها رابط قومي أو عرقي أو ديني. لدينا مصطلح آخر اللي هو الجرائم ضد الإنسانية، أيضا هذا كمان من المصطلحات اللي يرتبط بانتهاكات القانون الدولي الإنساني. والجرائم ضد الإنسانية هي تلك الجرائم التي تكون باتباع سياسة ممنهجة، وهي العبارات دائما نركز عليها، سياسة ممنهجة لاستهداف السكان المدنيين. فثلاث جرائم دولية أساسية
هي اللي بتحكم إطار القانون الدولي الإنساني، لكن عندما تحولت لإطار التجريم أصبحت ضمن قانون آخر من فروع القانون الدولي بنسميه القانون الدولي الجزائي، اللي بيعالج الجرائم الدولية وبيعالج أيضا كيفية تعامل القضاء الدولي مع الجرائم الدولية. جرائم الحرب بنظام روما الأساسي أو بالنظام الأساسي المحكمة الجنائية الدولية تقريبا أكثر من 50 جريمة. كل اللي عم نشوفه الآن كل اللي عم نشوفه الآن هي تدخل تحت تصنيف جرائم الحرب: التدمير الواسع للممتلكات، تهجير السكان، التجويع، الحصار، الهجمات العشوائية، العقوبات الجماعية. يعني اللي عم يصير بالفعل هو رد فعل كعقوبات جماعية، هذا كله محرم في إطار القانون الدولي الإنساني، يعتبر انتهاكات، وفي إطار القانون الدولي الجزائي هو جرائم دولية للأسف ترتكب دون رقيب. تمام دكتور، خلينا نوضح الفرق بين القانون الدولي الإنساني اللي ذكرته حضرتك والقانون الدولي لحقوق الإنسان. حلو. بداية أنا منظومة القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان كلاهما هنا فروع من فروع القانون الدولي، لكن لكل فرع من هذه الفروع إذا جينا لأوجه التقارب أو الاثنين بيهتموا بحماية الإنسان. الفرق هو الزمان. القانون الدولي لحقوق الإنسان هو بيهتم بحماية حقوق الإنسان الأساسية زمن السلم، يعني وأيضا هو ينظم العلاقة بين السلطة والأفراد، يعني أطراف العلاقة في القانون الدولي لحقوق الإنسان هن السلطة والأفراد، الحق في التعليم، الحق في الصحة، الحق في الغذاء، الحق في العمل، كلها هي تدخل تحت منظومة القانون الدولي لحقوق الإنسان. أما القانون الدولي الإنساني كما قلنا هو يرتبط بالنزاع المسلح ويخلق أو يوجد عدد من الضمانات أو القواعد لحماية فئات محددة. يعني القانون الدولي لحقوق الإنسان بيحمي كل من يتمتع بصفة إنسان، أما في القانون الدولي الإنساني فهو يحمي الإنسان الذي تحول إلى جريح لم يعد قادرا على القتال، أو تحول على أسير ألقى السلاح، أو مدني لا علاقة له أصلا في النزاع المسلح. يعني نطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني هو يقتصر على النزاعات المسلحة، بينما القانون الدولي الإنساني هو أعم وأوسع، وكل الاتفاقيات اللي مشوها اتفاقية حقوق الطفل ولا اتفاقية سيداو ولا اتفاقية حظر التعذيب ولا اتفاقية ذوي الإعاقة كلها بنلاقيها بمجموعة القانون الدولي لحقوق الإنسان. نعم. أستاذ، كل القوانين اللي ذكرتها حضرتك والتعريفات اللي خبرتنا عنها اليوم، هل عم يكون إلى تطبيق ولو بجزئية على أرض فلسطين وخاصة ضمن الأحداث اللي عم نشهدها؟ نعود لازدواجية المعايير الحقيقة. يعني للأسف عندما يتعلق الأمر بالكيان الصهيوني نجد القانون الدولي إما مغمض العينين مغمض. أو أعمى كلياً. حتى بدنا يعني نحكي الخبر العواجل كانت عم تتاخذ مبارح على وكالات كثير اعلاميه انه قصف مشافي اطفال. تماما. هذا انتهاك صارخ من الانتهاكات الجسيمه. انا بالقانون الدولي الانساني ضيق الوقت ما سلط ضوء على في عندي انا انتهاكات جسيمه اللي هي اقصى درجه او اعلى درجه من الانتهاكات. القانون الدولي الانساني يقر حمايه للاعيان الطبيه ووسائط النقل الطبية، هي بحد ذاتها محيدة بالحرب، لذلك أوضعونا أو أوجدونا شارات حتى تحدد هذه المواقع حتى لا يتم استهدافها، كشارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر لما توضع على مشفى أو توضع على سيارة إسعاف هذا بيعني عدم جواز استهدافها بأي شكل من الأشكال، حتى لو كانت تشكل ميزة عسكرية هذا محظر بالقانون الدولي الإنساني. عندما نأتي للكيان الصهيوني دائما نحكي عن مجازر، كل فترة نحن عم نمر بمجازر من الكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية. إذا بنحكي يعني بأحداث غزة على سبيل المثال اللي انتفض العالم وقتها وشكلوا لجنة تحقيق ولجنة تقصي حقائق وطلعت بتقرير عرف آنذاك بتقرير جولدستون وجه إدانات للكيان، لكن بعد مرحلة زمنية معينة انتسى كل هذا الشيء
تحت ذريعة محاكمات محلية تمت ملاحقات، وهذا شيء ثاني ممكن يكون له مجال آخر الحكي، اللي هو موضوع الاختصاص. عندما يتدخل الاختصاص الوطني يجب الاختصاص الدولي، فبذريعة أنه حوكموا أمام القضاء الوطني تماما يمنع ملاحقة دولية أو يمنع الملاحقة الدولية، طبعا بشروط إلا إذا كانت الدولة غير راغبة أو غير قادرة. بهذا الأسلوب كان الكيان بيتعامل مع القضايا الانتهاكات، وبالنهاية بنلاقي أحكام واهية، بتمتد المحاكمات 10-12 سنة. دائما بيلعبوا على مسألة الوقت تماما حتى الناس تنسى. نعم. وبالأخير بيطلع الحكم شهر مع وقف التنفيذ على أغلب الأحيان، لبين ما يطلع تقرير هاي الانتهاكات، يعني بيكون في جيل تاني طلع. تماماً تماماً تماماً، وهذا اللي عم يصير فعلياً خلال المتابعة القانونية. في محاولات صارت ببعض دول العالم سابقاً بملاحقة الانتهاكات الواقع القانون الدولي الإنساني، لكن للأسف تم إفشالها أو تم إجهاضه قبل اكتمال هذه المحاكمات. تمام. بالختام الدكتور ياسر كلزي الخبير في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بدنا نشكر كثير وجودك معنا لكم اليوم. شكرا لكل المعلومات المهمة على تسليط الضوء، لكن الموضوع أكبر من أنه يتسلط بي 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 بعشر دقائق أو ربع ساعة. يعني التغطية، مشكورين على التغطية اللي عم تقوم فيها قناتنا العزيزة، لكن بأكد بالنهاية القانون الدولي يحكمه القوي. أستاذ ياسر، نتمنى نلتقى بصباحات أخرى اليوم إن شاء الله. ومن خلال حضرتك نحكي عن الحقوق التي أعطت للفلسطينيين بالمرحلة القادمة. شكرا جزيلا لكم. أهلا وسهلا. أما هايدي، نحن وصلنا لنهاية صباحنا لليوم. بقيت نهار حلو لكم، تقضوا مع كل حدا بتحبون، يا رب هيك تبقى أيامنا حلوة ويكون في انفراجات على كافة الأصعدة، وأكيد الصبر لفلسطين الحبيبة. كونوا بألف خير. باي باي. وفي الختام مشاهدينا نقول سنعود لك يوما يا أولى القبلتين وثاني المسجدين، لنصلي في رحابك ولندعو الله أن تنعمي دائما بالأمان والسلام. فلسطين عربية وستبقى عربية. إلى اللقاء.